صباحنا خير مع ريم. صباحكم مبروك، سعيد نحكيو من سوسة تحديدا على الأخبار اللي جينا البارح على الصفحة الرسمية لبلدية سوسة. تقول ولا تقرر أنها تقدم شكوى جزائية عند وكيل الجمهورية من أجل إضرام النار عمدا بملك الغير وإضرام النار بمنقولات بعد التنسيق مع وزارة الثقافة ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. الأماكن اللي تضرت هي سور سوسة وسور وين الرباط متاع سوسة، والتدخل صار على مستوى حائط السور للي منتصبين فوضويا علقوا فيه بعض الملابس، والمسامر هذية تضر بالسور هذاك لأنه معلم تاريخي. كتب عام بلدية سوسة والمكلف بالتسيير البلدية سي مراد بن سلم معنا في المباشر. صباح النور، أهلا وسهلا بك سي مراد. سي مراد شريم وكفت، صباح خير. صباح خير، أهلا وسهلا بك على موضوع كنوز أفام. مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي كنوز أفام، وصباح خير أختي ريم. نهارك زين، شكرا لك على قبول الدعوة. معايا في الاستوديو مكرم اللقيم والأستاذ سهيل مديمغ. نحكيو معاك الساعة في مرحلة أولى على الشكوى اللي باش تقدموها هذية من أجل إضرام النار. نحب نعرف من عندك أكثر معطيات، شكون المتهمين، في شكون هالشكوى هذية، ومن بعد باش نرجع معاك على بعض الأسئلة الأخرى في علاقة بالمدينة العتيقة وبمحطة ببحر تحديدا. الحقيقة العملية كي صارت عنا التصور من اللي بدأت العملية لعوان البلدية هم اللي تدخلوا وقت النار مازالت تشعل، دوبا مبلغ إلى ما سمحهم إشعال النار تدخلوا بعثوا لي تصور والنار تشعل تم إطفائها من طرفهم هم ومن طرف المستلزم اللي غادي كي معنا المستلزم اللي مكلف بنظافة المنطقة البلدية غاديكية. تقريبا فما زوز فما زوز في الانتصار الفوضوي، أنا تمنع في الانتصار زوز سيارات، واحدة تبع الأمن واحدة تبع البلدية على مستوى ساحة سيدي يحيى بعيد على بعض الأمطار، بعض عشرات الأمطار على موقع اللي شعلت فيه النار. ضبا مبلغ إلى مسامع البلدية مشت هي تحولت النار مازلت تشعل وهي اللي طفيت النار هذه. الحقيقة ما خلفناش على شكون الشخص اللي شعل النار ولا شكون الشريك متاعه اللي معاه ملا الشكية في حق شكون سي مراد. سكت على حاجة كما هكا يسمى شريك. الحقيقة كما تعرف أختي ريم المجلة الجنائية والأستاذ سهيل بحذاك ينجم يكون هو أكثر مني قدرة وأكثر مني معرفة في المدى باش يكيف الجرم اللي تحق اللي تعمل في حق التراث. كما تعرف البلاد العربي مصريا مدينة من بين المعالم العالمية، معناها تم الاعتداء على أملاك الغير بالنار، وهذه الجريمة يعاقب عليها القانون وجريمة تشعل النار في منقولات زاد كيف يعاقب عليها القانون. احنا الحقيقة باش نحلوا دعوة جزائية للسيد وكيل الجمهورية له هو ما ندخلش للأمور القضائية، ما هو باش يكيف الجرم اللي كان باش يأذن بفتح البحث ضد منع ما سيكشف عنه البحث على النهار دي اللي جات. سي مراد، كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة هذيك ما رصدتش العملية، شكون اللي عمل العملية هذية؟ ما شفتوش ما سمعتكش، انقطع على الهاتف ما سمعتكش سمحني. الكاميرا المراقبة ما رصدتش كاميرا المراقبة ماهيش في كل بلاصة فما كاميرا، فما بلايص حساسة استراتيجية داخلة أسوار السور ما فماش، خاطر ممنوع علينا باش نلصقوا أي حاجة في السور، دونك داخلة أسوار السور ما فماش. أما عندنا تقريبا ديزونغ ديفيزيون اللي نجموا نقربوا بها العملية، معناها زوايا نجموا نقربوا بها العملية، ما بالضبط في موقع إشعال النار ما عندناش الكاميرا، معناها ماهيش محطوطة. عندكم جانب آخر سي مراد نحكيه اليوم زاد على المساس بسور حائط السور، وقت اللي نلقاو مسامر وانتم تعتبروا وكالة احياء التراث تعتبر ان السور هذايا هو معلم تاريخي كما كنت تقول، دونك باش تمشيو زاد في التقاضي بخصوص الاشكال هذا ولا باش نمشيو بالتقاضي؟ بالنسبه لكل من هما كيما تعرف ملك الغير لازم عندنا صفه، اول حاجه الملك هذاك هو ملك، اول حاجه ملك البشريه الكل، معناها حاجه اور نورم، ما لازمش نوصفها لك اور نورم، مش مصنف من طرف اليونسكو، معناها هذاك ملك الشعوب العالميه الكل. دونك فما اطراف متداخله مقترف بالنسبه لل
القضاء معناها يلزم فما صيفة فما تنسيق مع بسيسير إن شاء الله مع وزارة الثقافة ومع مع التراث على مستوى سوسة ومع سلطة الإشراف في رفع قضية بالنسبة لضرم ضرم النار. سي مراد واضحة هذيك معناها التوصيف نتاعها أقل جرم ممكن توصل حتى الجناية برك مش جنحة ما توصل للجناية مش جنحة مش جناية دونك الأستاذ بعدك الأستاذ سهيل المديمة ينجم يكيدك ينجم يكيف لك الجرم اللي سيار هذايا كيف كيف بالنسبة ما الحاجات اللي تتمت على الصورة احنا ما خليناهمش الفترة الأخيرة كل ما فماش حد اللهم معناها حاجات معناها تجي الامبروفيست فهمت تمام الفرق الميدانية اللي محطوطة في البلاد العربية كل عندهم تعليمات تدخل آنيا في أي مظاهر مشينة ينجموا يدخلوا فيها. واضح احنا وعدم القاعم. واضح لا مازلت معايا سي مراد على خاطر تاكسيستية وحي سمعوا اللي انت ضيفنا اليوم في صباحنا خير توجهوا لنا ببعض المطالب اليوم الناس اللي في محطة باب بحر تقول لك الحقيقة رائحة كريهة أو ساخ منظر ماهوش لائق بمحطة في وسط البلاد نحكي هوني على مدرسة وليسي تقريبا موجودين غادي الناس تتعدى فما حركة كبيرة في الناس اللي تدخل البلاد العربي دونك دورة المياه سي مراد الإشكال اللي عنده مدة بلدية سوسة ما قدرش حال ظهر دورة المياه بعيدة على المكنة دي تقريبا 100 متر في موجودة في ساحة حقوق الإنسان موجودة 100 متر وبعيد عليها أنا واحد حتى بالخطوة أنا ما بقاش دقيقة البلاصه اللي نشوفوا فيه واللي كي نتعداو زيد الحقيقه رائحه خايبه برشا البلاد العربي راه البلاد العربي راه مش نزيد تركز فيها دورات مياه مياه معناها باش تدخل عليها تغيير باش تدخل عليها التغيير على المنظر الجميل هذاك المنظر الواحد لازم في انتساب لازم نحطوا معناها حاجات خارج الواحد كيفاش نلقاو حل للاشكال هذا يا سي مراد فما ممكن فما حلول ان شاء الله في الايام القادمه نلقاو الحلول بالنسبه شنو مثلا كيفاش نخمو خلينا نخمو مع بعضنا احنا والبلديه شنو الحلول اللي تراوها انتم سي مراد الحقيقه ما اختي ريم باش ما نتجاوز الحدود نتاعي انا عندي حدود معينه لازم نتصرف فيها كمكلف بالتسيير لكن نجمو نقترحوا احنا نجمو نقترحوا عليك مسالش مرحبا كان اقتراح بسيط هذا الله يبارك فهمت احنا مكلفين بالتسيير هذا التسيير العادي فما حاجات نجمو نعملوهم فما حاجات تتجاوزنا فهمت حاجات المسحه حتى كي تتجاوزنا نعملوها راه مرحبا بك سي مراد نقاموا في مصلحه الجهه سي مراد سي مراد مرحبا بك مرحبا سي مكرم وكيف المستمعين شكرا اليوم مغزل البلديه وحدها تو نحن ما نجموش نحن نصبوا المشاكل كلها على البلديه ونقعدوا نتفرجوا تو الوكاله اللي هي لاهيه بالتراث واللي عندها تمويلات حتى من اليونسكو وعندها تمويلات كبيره برشا جايه من اليونسكو وكذا محافظه التراث و و و و اليوم ما تنجمش تقعد تتفرج هي على البلديه مخنوقه اليوم تنجم تجيب هي حلول او تمويلات لدورات مياه مثلا كما نلقاو في اوروبا متنقله وتكون في بقايا بعيده على السور وتلقى لها حل تكون جميل في المدينه اليوم مش تلوح الكره للبلديه وتقعد تتفرج وبقول لك مسوا لي السور وعلقوا مصباح صحيح خويا يا مكرم على نفس في نفس المنهج نقول لك الحقيقه هي المرحله هذه النهار كله احنا نتراسلوا احنا وياه سواء تراسلنا هي لتذكيرنا سواء نبعثوا لها هي باش المعاناه في التدخل بقات منتاحه مراسلات وبرا لازم الاداره التونسيه تتطور تتطور هي مراسلات انتم يعطيكم الصحه هو جهد لا محاله المراسلات ولكن على ارض الواقع لابد من تطبيق متراش ما يحلش الحلول نقول لك نقعد نراسلوا في بعض حلول مو لازم نقعدوا في جلسه الحقيقه التدخلات الكل التدخل الاولي اللي صار على مستوى حرق الحائط نتاع السور كان من طرف البلديه التدخل الثاني زاد كلفت العوام معناها ترتمون سبيسيال باش تنحي الكحوليه من الحيط وتنحي ترجع البلاصه كما كانت معناها شكون مش يتدخل باش يدخل العوام البلديه فما عمل مختصين بلديه انتدبتهم خصيصا البلاد العربي مجلس البلدي السابق معناها خصص فريق عمل في البلاد العربي باش يتدخل على مستوى معناها الاحداثيات هذه اللي حاجه تصير كما هكا فهمت الحقيقه اللي قصيره فهمت البلديه ان شاء الله تكون طويله شويه نهارك طيب استاذ سهيل تحياتي ومشكور على معناها اولا التواصل اعلاميا من خلال معناها كنوز اف ام
توصل المعلومة توصل فيابل من مصدرها من مصدر مسؤول وتوصل معناها اون طون ريال، وهذا معناها ماهوش رمي ورود، ولكن سي مراد هو الأقدر على أنه يقدم مثال للمسؤول اللي في الوقت اون طون ريال ينجم يعطي المعلومة ويعطيها بطريقة سلسة وأحنا بيدنا نعرف ونبني عليها. سي مراد صحيح معناها هو فما شوية فراغ تشريعي، خليني نقدم لك باقة من الورود سي سهيل. عايشك خمناك ربع الكلام اللي تقول فيه ورود افتراضية هذه ورود افتراضية إن شاء الله. عايشك الأستاذ سهيل، معناها نقدم له تحياتي وشكري شكري في خاصة في لباقته في سي مراد. استنى السؤال، هو أكيد أنه في مدن معناها متطورة ولا تحب تكون معناها على باج في تلبية حاجات العباد في الفضاءات العامة، لابد من اعتماد معايير معينة، معناها الكثافة النشيطة أو ناس قديش تتواجد في كل معناها عشرات من الأمتار المربعة، قديش من العباد، ثم نقاط الكثافة، وهنا يقع تركيز معناها بعض معناها وما فماش كثافة ظهر لي أكثر من محطة بباب بيانسور. هي أولا وسط البلاد في سوسة يلزم نرجع له الألق متاعه، وهذه مسؤولية مش فقط البلدية بل مسؤولية المدخلين الكل، وإن شاء الله يقع التنسيق بيانسور، خاطر أنا اللي نعرفه أنه مراد ما منفتح على بقية المؤسسات والمسؤوليات معناها الموزعة فقط أنه تقع الانيسياتيف. علاش؟ على خطر في مدن أخرى اللي تجلب الانتباه وفيها جمالية، راهو الأماكن هذه تكون بعدد كبير برشا يفي بالحاجة قضاء الحاجات دورات مياه، ولكن تكون بجمالية تزيد للفضاءات هذه معناها رونق ومتشعرش اللي هي الخصوصية متاع المدينة العتيقة، تنجم تكون فما كرياسيون مزيانة برشا. علاش ما نعطيها زادة فرصة على ليكول سوبيريور دي بوزار؟ وعندنا راهو قطب جامعي في التقنيات وما إلى ذلك، لو كان يقع تشبيك المجهود هذا وهو مقترح على المباشر سي مراد، ومعناها بيان سور فما شباب قادرين باش يعملوا كرياسيون مزيانة برشا. تحكي في حاجة غلطة، رأي ثم طرف آخر شريك معاك في سبات عميق. اليوم يقول لك مثلا ما تعطي رخصة إلا ما تشاورني، وبعد الوكالة لحماية التراث ما عنده ما يراسل، يعطيك رخصة يقول لك ما تعطي رخصة منه إلا ما تشاورني، تشاوره يعطيك لوكي وبعد يرمي يده لا خاطيني. اليوم مثلا الفضاء التجاري شرع ببرقيبة، الراجل عنده 3 سنين يراسل في وكالة التراث حماية التراث، لا هاي رسالة مباشرة لهالوكالة. لكن أنا متحدث مع سي مراد، خطر لابد معناها من إنيسياتيف معناها من الجهة هذه ومن الجهة هذه، وراهو إذا ما تتقضاش اليوم راهي باش تتقضى غدوة بمزيد من الإلحاح وبيانسور تسليط الضوء. وشكرا معناها للبلدية على أنه عندها فريق متنقل في بلاد العربي، لأنه بلاد العربي يلزم يرجع لها الألق متاحها والإشعاع متاحها بعد موقع تهميشها، كما تهميش برشا حاجات أخرى في تونس جميلة، في سوسة جميلة. سي مراد، سي مراد نخدموا مع بعضنا إن شاء الله باش نشوفوا ديما سوسة أحلى وأزين، وكما قال الأستاذ سهيل ترجع للبريق متاحها. أنتم ما نعملوا عليكم كبلدية وأنتم طرف فعال، أما مش وحدكم أكيد الأطراف أخرى. نقدم شكري للإعلام التونسي والكنوز فام اللي تناول الموضوع وخذا موقف وإن شاء الله يتواصل الموقف. احنا إعلام جهة ودورة باش تتطور العقليات تونسي عنده برشا أفكار. أكيد تونسي ما يحبش الحاجة الخايبة الحقيقة. دوما ما عبتوا تصور معناها ردة فعل كبيرة ياسر على الفيسبوك، معناها جاية من الحس نتاع المجتمع المدني، المجتمع المدني دين واحد تقلقت، يعني الحقيقة تقلقت قاعد مرقدتش معناها كيفاش وصلنا مع الحاجات بالدرجة هذه، معناها نوصلوا معالم تاريخية ملك الإنسانية نوصلوا نعتديوا عليها ما فيها حتى شيء، معناها حاجة تقلقت ياسر الحقيقة أكثر من ما تصور. سأل الحلول القادمة، الحلول الواضحة البلدية وفرت نحب نذكر البلدية وفرت مكان لخاصة العبادة ذوما المقاربة الاجتماعية هذه اللي تم تجاوزناها، معناها وفرت مكان، باقي فما تعنت
من منتصبين باش ياخذوا البلايص هذيك باش ياخذوا البلايص هذيك. احنا اكيد باش يكون عندك تدخلات معنا في الايامات الجايه، ما بربي نعمل عليك انك تاخذ بعين الاعتبار الاشكال هذا نتاع محطه ببحر، خاطر مش يقلق الناس الموجودين غاديك، الناس الكل حتى السياح راهم ولاو ياخذوا الترونسبور، ياخذوا الكار، ياخذوا التاكسي الجماعي كي يهبطوا غاديك. الحقيقه روائح كريهه جدا ومنظر غير لائق بالمدينه العتيقه بسوسه. كما قال الاستاذ نخدموا الناس الكل مع بعضنا، نخموا الناس الكل مع بعضنا باش نلقاو حلول ان شاء الله، واحنا ديما في خدمتكم، نحكي اعلام جهوي بيان سور، انتم زادة في خدمه المواطنين. نرجعوا لك ان شاء الله في مناسبه جايه. شكرا مراد، شكرا جزيلا ليك على تدخل معنا مكرم، والاستاذ سهيل يعطيكم الصحه. شكرا لكم الناس اللي تبع فينا وتتفاعل معنا يعطيكم الصحه. مواضيعنا مازالت تخص الجهه وتطرح علينا اشكالياتكم، واحنا نكلموا المسؤول اذا كان يدخل معنا يا حبذا، ما يدخلش زاد هاو كان سلطوا الضوء على الاشكال. حبيت ان ناكد على انه المسؤول ما ينجم يكون معناها في مستوى المسؤولية إلا ما يكون كيما هكا. راهو احنا ما رنينالوش ورود، راهو احنا ما طبلنالوش، ما زمرنالوش، احنا راهو وجهنا الأسئلة للبناء وراهو نعرفوا ننقدوا ونعرفوا رانا نقولوا الكلمة في وقتها وبالوقعة نتاعها ونعطيه المسؤوليات. أما راهو تحية لكل مسؤول يتواصل مع الإعلام، لأنه في احترام الإعلام احترام المواطن اللي قاعد يخدم فيه. يعطيكم الصحة، شكرا لكم نهار جزيل سي مكرم اللاجيم، شكرا لك أستاذ سهيل مديمة. غدوة إن شاء الله نهاير جديد في صباحنا خير. ميرسي بوكو محمد البيجي، تحيات ريم تريكي شبيل. صباحنا خير مع ريم.